آخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. وسط تضاؤل فرص التوصل لاتفاق بشأن غزة، بايدن يشدد في اتصال مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار وإتمام الصفقة، ونتنياهو يؤكد أنه لم يغير رأيه بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا. واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يعتقدون أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يؤيد الاتفاق بشأن غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 3 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي بمخيم طولكرم في الضفة الغربية. روسيا تحبط محاولة أوكرانية جديدة للتوغل في مقاطعة بريانسك القريبة من كورسك، والأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 3 عملاء للمخابرات الأوكرانية في القرم بتهمة التجسس والتخريب. وفي الانتخابات الأمريكية، تيم وولز يعلن رسميا قبوله ترشيح الديمقراطيين له لمنصب نائب الرئيس، ويحذر الطبقة المتوسطة إذا عاد ترامب للبيت الأبيض فسيدمركم. قال مدير الأمن الفيدرالي الأمريكي إن أمريكا تواجه تهديدات متزايدة في آن واحد، من الجرائم الإلكترونية إلى الإرهاب. نزاع عمالي يوقف حركة الشحن عبر السكك الحديدية في كندا بما قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.